السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت لهنا الباوماركت، ما عرفتش واش كاين في بلدان اخرين ولا لا، هذا كاين في المانيا. فيه دوك حوايج ديال الدار، ديال البني، ديال لابليزاد، اللي شي حاجه تصايبيها في الدار. المهم اي حاجه كتلقيها هنايا في هذا المحل، راه كبير بزاف صراحه. اليوم ما كنتش اولا ندير شي فيديو ولا شي فلوغ، ولكن قلت بما اني جيت هنايا ناخذ شي حوايج نشارك معكم هنايا شي حوايج لي يمكن شي بنات كيبغيو يصايبوا شي حاجه ولا ما كيعرفوش منين ياخدوها. المهم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. هذا بالنسبة للأشجار ديال الفواكه، كاين أنواع وأشكال.